جنب السما هلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أبطال مولد كربلائي زين بالسما هلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أبطال مولد كربلائي يا قلبي طير من ضلوعي أسرع من دموعي يحكي عن موضوعي لحسيني من صدق حبيته قلبي يشبه بيته وانا زاير جيته وبشعرنا وبين الله وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا سيدي ومولاي يا قمر بني هاشم السلام عليك يا سيدي ومولاي يا زين العباد السلام عليك يا سيدي ومولاي يا علي بن الحسين السلام عليك يا سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمك الفداء أحبتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم وأسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه الأفراح الشعبانية ونحن وإياكم في برنامج أفراح شعبانية أحبتي المشاهدين لا أطيل عليكم أعلم أن الكثير بانتظار الاستماع إلى كلمات المحبين والموالين من خدمة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فأنا وإياكم أرحب بهم وأبدأ أولا من اليمين مع الشاعر الحسيني أبو علي الصالحي حياك الله يا أبو علي وأسعد الله أيامك إن شاء الله أسعد الله أيامك وبارك الأمة الإسلامية ومراجعنا العظام هذه الولادات الميمونة وإلى مشاهدي قناة الإمام المهدي وأختم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أحسنت وأنتقل وكله يمين جناب السيد عماد الكربلائي حياك الله سيدنا الرادود الحسيني وأسعد الله أيامك إن شاء الله وأسعد الله أيامكم هذه الأيام الطيبة بولادة آل محمد اللهم صل على محمد وبحق محمد وآل محمد أن يوفقنا ويوفقكم ببركة محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد شكرا لحضوركم ويانا اليوم وحقيقة شرفتونا أن أكون بين خدمة الإمام الحسين سلام الله عليه وهذه نعمة حقيقة أعتبرها أنه في كل يوم أكون بين اثنين من الخدام حتى أتعلم منهم لأنهم كانوا هم الأسبق في طريق الخدمة وبالخصوص اليوم معنا الشاعر أبو علي الصالحي وهو شيبة الله يحفظك قضت عمرها في خدمة الإمام الحسين سلام الله عليه نسأل الله القبول إن شاء الله وينبت هذه الخدمة نباتا حسنا إن شاء الله تعالى بحق محمد وعلي محمد شيخنا ومنكم نتعلم في طريق الخدمة وعادة حياة خدام الحسين هي مدرسة أكيد ولازم توثق إلى الأجيال القادمة بلا شك هذه الحياة فاليوم نريد نوقف على محطة من محطات الشاعر أبو علي الصالح هو أكيد شاعر حسيني لكن أكيد إلى موقف في خطواته الأولى في الخدمة الحسينية والشعر الحسيني يا هي أول باية اللي يحس نفسه بيها أبو علي الصالحي صعد بيها بالخدمة الحسينية أعتقد أول باية هي الحليب اللي رضعته من الوالدة الله إذن كان بحب علي بن أبي طالب سلام الله عليه حب الحسين ولذلك ترعرعنا على حب سيد الشهداء سلام الله عليه باية الشعر باية الشعر من يقص وقتك بيك وتشوفه مو زين اي لا تدق باب فلان دق باب الحسين الله وحق ام الفضل ذيك لبابه خفت لا يطلع بدمعي لبابه وحق ام الفضل ذيك لبابه خفت لا يطلع بدمع لبابه قصدت حسين ما واصل لبابه قصدت حسين ما واصل لبابه قضت ذيك وفزح الهايلي الله الله يسلمك احسنت شيخ كثير اللي هدمت بالدين باسم الدين اي أيوة والله وكثير تلطم على حسين لكن ما تعرف حسين
كثير اللي هدمت بالدين باسم الدين وكثير تلطم على حسين لكن ما تعرف حسين. والجيش ينهن ارقام سبعينات وروحك شوفها تنتمل يا الله سبعين الله 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 كثير اللي هدمت بالدين باسم الدين اي والله وكثير تلطم على حسين لكن ما تعرف حسين اي والله والجيش ينهن ارقام سبعينات روحك شوفها تنتمل يا سبعين خلك حر وتلاحق روحك وطبق وي سبعين حسين الله, الله خلك حر وتلاحق روحك وطبق وي سبعين, سبعين حسين. انتقل السيد عماد. ان شاء الله سيد عماد بعد عمره الله. شلون طبق وي سبعين حسين وشكرا لشاعرنا ابو علي الصالحي على هذا الربط الله يسلمك الله يحفظك يا روحي يا روحي يا روحي تغزلي بهواج والفاي والفاي بجمال السولف العشاق عم بجماله السولف العشاق والفا يحبه وما أهم بالشمس والفي أهم بحسين بس يرضى علي صلوات الله صلى على محمد وآل محمد أكمله. كمل 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 يا بعد عمر انت الله حلو هذا التناغم والربط والله عمي سمع باسمك نبض القلب سمع الله باسمك نبض القلب وانا بعيد واحس عطرك يمر بيه عمي وانا بعيد وانا بعيد الوادم بالحزن تشنه وانا بعيد من طوب الحضرتك يا ابني الزد شيء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أحسنت أحسن الله عليك طيب الله أنفاسك هاي الصوت الحسيني الله يعزك أرجع لك أبو علي شيخ يحفظك طول عمرك أبو علي هاي الشيبة المباركة أكيد شافت أشكال وألوان بلا شيخ طريق الخدمة شكرا لله أشكال وألوان شافت لكن اليوم الخدمة تمر بصراع كبير سيد طبعا معلوم اليوم لأن الدخلاء على الخدمة اجوا هواي ولبسوا ثوب الخدمة هواي واليوم نشاهد إساءات صريحة صارت وبوقاحة طبعا إلى المعصومين سلام الله عليهم بأسماء أقولها بكل صراحة بعضهم يحمل اسم شاعر وبعضهم يحمل اسم رادود صح. محشومين أنتم من ذول النماذج صاروا يسيئون بشكل مباشر إلى الاسم الحسيني أو الخدمة الحسينية البعض يسيء بالمادة طبعا موجودين هواي والتعامل المادي وحتى بعضهم أرد اليوم أرد شوية أسولف إذا يسمح للأخوة أنه أصبح يمتهن لعله النصب والاحتيال موجودين في هذا المجال نعم صح نصب واحتيال يعني مو اكو واحد يطالب لا اكو واحد ينصب ويحتال صحيح. على الخدام صحيح. معروفين اي واكو واحد يجي الشعر الحسيني جيره الى حزبه او الفئه مالته او يجيره الى هواه نفسه او للماده للترندات صح واكو من صوته يقوم يغني بي مثل ما طلعنا اليوم كم رادود تطفل للاسف تطفل أقولها بكل صراحة وهو متعمد أي. بإساءته مو جاهل لا لا متعمد أكو فرق بين جاهل بين متعمد أوه. إنه متعمد
هذا الرادود، والكل يعرف اليوم قاعد ينزل قصائد تصعد ترندات خلال أيام، وهي غناء بالصريح ومحرم الاستماع إليه. ابتعدوا، ولو أنا آسف قاطعك وقاطع الشيخ، ابتعدوا عن القضية الحسينية بحظافيرها القلة، احنا ما نقول الكثرة، القلة، وما على عد الإصابع معروفين، واحنا نشوفهم يعني بالساحة. وللأسف للأسف من تجي تحكي وتقول يا أبا هذا غلط، هذا ما يجوز، هذا حتى بالشرع ما يقول لك لا، أنت تأخذ من باب يعني من باب الغيرة. لا لا يا أخي، مو من باب الغيرة أخي، هذه أولا باب للخدمة، وهاي الخدمة إذا هذا لعبية وهذا لعبية وهذا خربطها يعني انتهت بعد، ما يصير. فهذه لازم الكل لازم توقف وتردع لهذا الشيء، كمن شاعر، كمن خطيب، كمن أي صح. أي واحد بعد يومكم أنتم بعد سيدنا أنتر من يعني الخدام الحسينيين الرواديد القدماء في الخدمة الحسينية، الله وشفتوا عاشرتوا الخدام الكبار، والله سمعناهم ولا زال إحنا ما نقدر نطلع عن هذا الخط، نخاف أولا، نخاف لأنه خاف، شوف اولا نخاف نجي ونشوهها لهاي الخدمه، لانه هذول تعبوا وجاهدوا بذاك، انا اقول لك بذاك الزمان وبهذا الزمان كذلك تعبوا، ولا زالوا عندنا موجودين وما يخلونا نطلع وننحرف عن هاي القضيه. يعني انا اذكر موقف لاحد الرواديد الحسينيين الله يحفظه، انا اعتبره اخ وصديق حقيقه، موقف للان باقي بذاكرتي مشرف له. هو يدخن، نعم، من يطلع بالشارع إذا أراد يشرب جيجارة يكبسها بيده صح، حتى لا تشوف الناس فيه، يقول صحيح. لأن أنا رادود صح. رادود معروف إلى ثقل إلى وزن، أزالوا هسه رواديدني للأسف، أنا ما أرد أعلق أخاف هسه يرقص قدام العالم عمي، يعني أكو شغلات غلط بالموضوع هواية، بس مو قلنا لك من نحكي نطلع إحنا ضد القضية، نقول إحنا شنو نقول، نقول لازم هذولا يردعون، ما بيها مجال. من تجي تحكي يابا ما يصير واحد يعني جاي يقرأ قصيدة ويعني إيقاع، ما يصير يا أخي، ما يصير صح. إحنا غلطنا يمكن من قرينا مولد بكذا قضية بكذا كذا، ما ندري كنا بعدنا واستونا آخر شيء حماتين جونا قالوا لنا أبويا هذا الشيء غلط، هذا الشيء صح، ووقفنا عند، لا هذا يعرف وجاي يعوج ويحرف من زمان، وتركنا المواضيع ووقفنا عند الحد، لكن للأسف نشوفها تزيد بكثرة تزيد يعني. أي والله شيخنا ذولا شو توجه لهم؟ أنا سولفنا براحتنا، الله يحفظك، لأن أنا أنتظر كلمة هذه الشيبة، الله يبارك بعمرك، إلى تلك الفئة ماذا تقول لهم، لمن أساءوا إلى الخدمة الحسينية وخدمة أهل البيت وخدمة صاحب الزمان، هم فرصتهم أيام ولادة الإمام المهدي ينزلون بهاي القصائد الترندات. تعقيبا على حديثكم، حديث مثمر، وأنا حقيقة أحد الناس اللي عانى من هذا النوع، اللي كانت ناس تمشي وأنسى سمات يعني ما ودك حتى يمشي وياك. أي والله، من ضمن الوسط أكو ناس من وسطنا يعني إحنا كشعراء، مو صحيح، أكو ناس ما ودك تمشي وياك يعني، وشوفه هذا طالع من الطريق تحسه يلثك ثوبك ما الخدمة. ثانيا أكو ناس موجودة حاليا وأنتم تعرفوها، إحنا هذا برنامج محترم والأسماء ذكر الأسماء ما أريد نخلل للبرنامج، والله حقيقة للأمانة أنا احتراما لقيمة البرنامج ما أرد أخلي لهم قيمة وأذكر أسمائهم، ولهم أقل من أن أذكر أسمائهم. أكو ناس شيخنا انطردت من الوسط، من الوسط الحسيني بالذات، ممكن شاعر كان الله سبحانه وتعالى موفقه ومن ما احترم النعمة تحول إلى أنه يكتب غير شيء غناء أو كذا، رواديد قاموا يغنون موجودة، نعم. أسماء يعني معروف مشهورة بمحرم يقرأ قصائد لطم وتجي الشعبانية يغني ويرقص، أحسنت أحسنت. فأنا أعتبرها هاي طرد من الساحة الحسينية، اللي طارد الحسين مو طارد فعلا. تدري شيخنا وسيدنا اليوم هذا الموضوع، هاي العدوى من الرجال انتقلت إلى النساء، هاي الكارثة الجديدة هسه طبعا قاعدة إنهم اللايات قاماً يطلعن بالسوشيال ميديا، نعم. وبحجة شنو يقرن أفراح وعراس، وهي هاي وتطلع فضايح وراه، أحسنت. وتطلع مصايب وهاي مو عوائل، وصارت انه تنشر صور عوائل وصور أعراس، ليش والله الحجية ملاية
وتصور قصائدها لو يصورنها وتنشر، اصبحت هكذا مع الاسف الخدمه هالشكل. استجير بالله شيخنا، انا اسف ولا اقاطعكم. هاي الشغله احنا شوف، احنا اول ما بدينا وتربينا وافتهمنا شنو هاي القضيه وشنو معناتها، فما نقدر نروح ونجي نسوي خطا بحيث انه نقول والله ما يخالف هذا الشكليه بالاعلام، لا غلط. فذولا ذولا انا اقول لك هذولا يمكن اكو بيهم، اكو هذولا ما تفو يعني ما تفو عليهم الثمن على مود يجي ويشوه هاي السالفة. وإحنا قاعد نشوف المؤسسة، أنا خوباً هواية من يعني القراء من ياخذه، أنا أقول لك المولد يعني يابا ليش ما تسوينا كذا، ليش ما تحط صفقة، يابا ما يصير يعني أنا قاعد أقرأ لك مولد وغوسات لا لازم تخلينا يقع، يابا أنا ما لي علاقة بهاي الشغل، ليش اتعلموا صعدوا كم واحد ومن تجي تحكي تقول يا بذولا، يقول لك هذولا من كذا مجموعه وانت ما لك علاقه بي. بس الحمد لله والشكر باقي عندنا، احنا لحد الان عندنا يعني شقل لك يعني عندنا شعرانا وعندنا رواديدنا محافظين، ونعم نعم الاغلبيه ذولا اي محافظين ولا زالوا، وان شاء الله احنا راح نصير شلون اقول لك احنا راح نصير الاقوى ان شاء الله. بس الترند ما ياخذ ذولا اخوي، الترند ياخذ ذولاك. طبعا انا من رخصتكم ومن رخصة الأخوة في قناة المهدي الفضائية أصرح تصريح عن نفسي ولا يمثل القناة، أن هذول اللي أساءوا للخدمة من الكبير اللي بدأ الإساءة إلى الخدمة الحسينية باسمه الحسيني إلى صغيرهم اليوم اللي ينزل أغاني باسم الإمام الحسين، الأيام جاية بيني وبينكم وإن شاء الله راح تكون حلقات خاصة لفضحكم، لأن أسأتوا إلى الخدمة الحسينية بما فيه الكفاية، كافي نرقص على جراحات الإمام الحسين، وكافي نجي نسيس القضية الحسينية والخدمة الحسينية لمصالحنا، كافي تضحكون على العالم. لأن اليوم جاي أصرح هالشكل بالبرنامج لأن خلص وصلت حدها، لأن نشوف شبابنا قاعد تضيع، شبابنا تسمع أغاني ما قاعد تسمع قصائد، فإن شاء الله الأيام بيننا وبينكم. احنا نرجع لموضوعنا، واحنا ايام فرح ان شاء الله، وانا من رخصتك نرجع للشيخ. حياك الله راحتكم. الله يحفظك شيخ. شيخنا ابو علي الصالح، نريد نقلب الموضوع ونقلب الموجه 180 ونقلب الصفحه كلش، ودائما اقولها بكل حلقه، ملح المجالس ابو فاضل. سلام الله عليك. ماكو مجلس يحلى وطار يحلى وحاجه تنقضي وطلابه تنحل، خصوصا عندنا بالعراق. سلام الله على ابو فاضل. بعض الدول كذلك، بس عندنا هو خلاص يبشر ابو فاضل. اي والله يعني هو تحسه هو عمود حياتنا ابو فاضل حقيقه. نعم اي والله فاضل هذا ما عندنا غيره. اي والله على حبكم نشفت جروح ولادات ولادات، على حبكم نشفت جروحي ولادات، يسر سبب كون الله ولادات. نعم بشهر شعبان عدنا اربع ولادات، اي خلصا واستمر عاشور بي. الله الله يسلمك. اضمن يا عشق يا حسين شاهو العشق ينضام. لا والله اضمن يا عشق يا حسين شاهو والعشق ينضم، انت ورحمة الله اخوان من نفس البطن توأم. الله انت ورحمة الله اخوان من نفس البطن توأم، وغير حسين ويا حسين غير فلا يرهم. ها عمي ها الليل بحضن الزهرة، الزهرة تقمط بي الليل بحضن الزهرة، زهرة تقمط بي. خذ من رايتك بس خيط خيرنا ليروف الشك. الله ابو فاضل خذ من رايتك بس خيط. اي والله خيرنا ليروف الشق، يا اكبر فريضه وبيك يطلع من يضيع الحق. الله يا اكبر فريضه وبيك يطلع من يضيع الحق،
يل شقيت حلق الجيش لابوك البيت حلق انشق. الله الله الله. يل شقيت حلق الجيش لابوك البيت حلق انشق. انت ابن الركن الما يصلح والما طلقت مريم بي. الله الله. اذا هوسنا للعباس كون الهوس مملوح وكون الطف يصيح الله والتل تنشف جروح. الله الله. إذا هوسنا للعباس كون الهوس مملوحة وكون الطف يصيح الله والتل تنشف جروح وكون الماء الله وكون الماي من يسمع يقرا الفاتحة الروحة الهوسة تعجب زينب يقبلها العباس. الهوسة تعجب زينب يقبلها العباس. الهوسة تعجب زينب كلش ما يصفنا. الله. بعيد الفرح كلش كلش ما يصفنا بشحيح الما يحب كم ما يصفنا. الله. بعيد الفرح كلش ما يصفنا بشحيح الما يحبكم ما يصفنا اتفق غير خزينب ما يصفنا اتفق غير خزينب ما يصفنا زلمة وشان الستر راعي الحمية. الله. الخوة موش كثرة الخوة نمونة. الخوة موش كثرة الخوة موش كثرة الخوة نمونة يوسف عشرة عدة ولا ينفعونه. الله. نبو عمره خلص بين السجن والبير. إيه؟ الذيب ولا يسولف حتى يبرونه. نبي وعمره خلص بين السجن والبير الذيب ولا يسولف حتى يبرونه. عجيب أخوة العباس رخص عيون أخو لعيون أخوه يطشر عيون. الله. أخو عجيب أخوة العباس رخص عيون أخو لعيون أخوه يطشر عيونه. يوسف لو عباس ابن أمك ما تتنخب بنيامين. الله الله الله. لو عباس ابن أمك. اي نعم. اي يوسف لو عباس ابن أمك ما تتنخب بنيامين. شو سوي بيه؟ الله الله يسلمك. صح يسعدك. جاوبوا انتم ظل انا ما له علاقة. انا رجال اليوم خطار العباس عليكم. المريض يروح للدكتور. الله. المريض يروح للدكتور يكتب له دواء لعلته. نعم. بس عدنا على السجاد من الدهورة صحته. نعم. راح العم ابو فاضل عم راح العم ابو فاضل. نعم. وبالراية مسح قصته. الله الله. باب الخيمة يهوس يا بخت العباس. باب الخيمة يهوس يا بخت العباس. ودي اقتنع عباس. ودي اقتنع عباس واخلى من الظنون. ودي اقتنع عباس واخلى من الظنون. امك اطلقت بيك لو يطلق الكون. يمن بيت اللي يعرف الله ليا بيت. يمن بيت اللي يعرف الله ليا بيت وحق من الفرح تنبض. ليا بيت يمن بيت اللي يعرف الله ليا بيت وحق من الفرح تنبض. مثل عباس لا طلقت ولا يابت. ليا بيت مره هيك زلمه ينزف خويه. الله. معقوله مره بيك طلقت عباس؟ معقوله مره بيك طلقت عباس؟ رمح وبصفحة التاريخ شتش تنزل للوغى سيفك يطوق الكون العسكر مزرعة وحايطها بمشبك. الله الله.
الله. معقولة مر بيك طلقت عباس رمح وبصفحة التاريخ شتش شتش تنزل للوغى سيفك يطوق الكون العسكر مزرعة وحايطها بمشبك يا المخاو الزند والسيف من نصباك خوة علي المالك هيش دتش لدتش يا المخاو الزند والسيف من نصباك خوة علي المالك هيش دتش لدتش تشابه داح الباب ومالك خوة عباس ويا السيف. الله الله يسلم الله الله. زلم تردم زلم والخيل تردم خيل ونهار الطف عليهم صار مثل الليل الشرى تخلص بروح البقى يشوف الويل. الله الله. زلم تردم زلم والخيل نهار الطف عليهم صار مثل الليل انشرت خلص بروحه البقى يشوف الويل. موت احمر رواهم سيف موت احمر رواهم سيف موت احمر دلش تنعار لازم صدق ظهر حسين العباس واحد وشرد هالسبعين اشجع رجل بالميدان يسألهم طريق منين حيرهم عباس بزود حيرهم عباس بزود حيرهم تنده يا علي من تطلق النسوان يا علي تنده يا علي من تطلق النسوان بس ام البنين استحت من حيدر صاحت لاخو زينب زينب على الباب لولا قفرس خيال شاحت در. الله تنده يا علي من تطلق النسوان بس ام البنين استحت من حيدر صاحت لاخو زينب زينب على الباب لولا قفرس خيال شاحت در. الله الله يسلمك. الله. صاحت لاخو زينب زينب على الباب لولا قفرس خيال شاحت در نزل نزلة النيزك من سمع بمعو. الله. نزل نزلة النيزك من سمع بمعون بعد شهرين لو ما قدر يتعذر. الله. نزل نزلة النيزك من سمع بمعون بعد شهرين لو ما قدر يتعذر هون تول زلمة الخاطر زينب طيح من التسعة اثنين. الله الله يسلم. الله 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 يحفظك. انت اول زلمه الخاطر زينب طيح من التسعة اثنين. خبر عاجل اجانا وبالعجل توه خبر عاجل اجانا وبالعجل توه صار الصدق بالشدات يلزم ظهر للخوة. الله. صار الصدق بالشدات يلزم ظهر للخوة عباس وسبع تنعان والمثل الخوة تسوى من زغرة وذايب حسين من زغرة وذايب حسين من زغرة وذايب حسين. حسنتم. علمنا العرف واحد من دروسه. اي علمنا العرف واحد من دروسه وعد كل الطوايف هاي ملموسة. علمنا العرف واحد من دروسه واحد من دروسه وعد كل الطوايف هاي ملموسة اللي يهوس للمرة يتعرض المنقود. نعم. اللي يهوس للمرة يتعرض المنقود ويدق منادس المنقود ناقوسه. الله. اللي يهوس للمرة يتعرض المنقود ويدق منادس المنقود ناقوسه
من حواء ونعد بس زينب استثناء. من حواء ونعد بس زينب استثناء. بس زينب استثناء بخت زينب مرة تستاهل الهوس. الله بخت زينب مرة تستاهل الهوس. من حواء ونعد بس زينب استثناء بخت زينب مرة تستاهل الهوسة. انت اول واخر زينب. انتي انت اول واخر زينب تسوين الهوسة. الله 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 يسلمك. انت اول واخر زينب تسوين الهوسة. نعم والنعم من مولاتي زينب سلام الله عليها. احنا قبل لا نروح لك سيدنا، احنا بما انه وصلنا الى الثلث الاخير من البرنامج، احنا الثلث الاول كان للامام الحسين، وهذه المساجلة بين الرادودي والشاعر حقيقة أمتعتنا جدا. الله يسلمك. نروح إلى الثلث الأخير وإلى صاحب الزمان سلام الله عليه. الله وسلم. عجل الله تعالى فرجه الشريف. شيخنا عندكم قصيدة كاملة للإمام المهدي أو مقاطع؟ والله يعني هواية مو أقول لك يعني، ولكن هوسات يعني أو هوسات لصاحب الزمان. إيه صلوات الله وسلامه عليه. سيدنا تحضرنا هوسات الصاحب الزمان ان شاء الله اذا الله خادم ان شاء الله. احنا نطلب منك، انا راح اطلب أنا خادم. اذا اكو قصيدة كاملة عندك نريدها بالختام إن شاء بس الله. نبدي بالهوسات ونروح الختام القصيدة الكاملة منك للامام المهدي ان شاء الله. ان شاء الله. فاذا هوسات او ابوذية بس واحدة محضر للامام المهدي. ها. اي واحدة هوسات تمام لعد حتى ناخذ هوسات منه ونروح للقصيدة. بخدمتكم إلك. الله يحفظك شيخ. يا رسول الله أبو صالح ليش وكلش بطا. يا رسول الله. يا رسول الله أبو صالح ليش وكلش بطا وقلت الوادم الخيرة وكثرت الملطلطة. الله اي والله. احنا كان عندنا موضوع بداية الحديث هو رباط. احسن أي. يا رسول الله أبو صالح ليش وكلش بطا وقلت الوادم الخيرة وكثرت لملطلطة ليش راس القوم ساكت والتسولف مزعطة. اي والله ليش راس القوم ساكت والتسولف مزعطة وخو والعراق انباك كله وخوفنا على الخارطة. العراق انباك كله وخوفنا على الخارطة. راعي الغيبة ردنا يظهر. اي والله الله يسلمك. راعي الغيب ردنا يظهر يا ابو صالح. اي والله اريدك تظهر يا ابو صالح. الله يسلمك. احسنت شيخنا يا ابو علي. نروح لك يا ابو علي خادم سيدنا سيد عماد ابيات بسيطه ان شاء الله. يا مهدي ويا يا مهدي ويا ما نخلف وعدنا وعدنا كنا سجلنا انصارك وعدنا ذكرنا اسمك يا ابو صالح عم ذكرنا اسمك يا ابو صالح وعدنا ونظل كل حروف ناخذ له تحية صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صوت عمي صوت الحب يا ابو صالح تعال تعال وكل شيء ينادي لك تعال دعينا الباري الخالق تعال يا عجل بطلعتك يا ابني الزكية صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خليكم أنا ويا علم وتقدر أخذ شوي نفس. ها. يا رب بمولد المهدي أي إله وما إلى عدك مقام ترد يا طيبة أهلنا ونحيا ونعيش بسلام. أي والله الصوت مو يم الفقير الصوت بولاد الحرام. نعم الصوت مو يم الفقير مو يم الفقير الصوت بولاد الحرام ناس
على الباطل رزقها وطايحة علينا انتقام. ناس على الباطل رزقها وطايحة علينا انتقام. طايحة علينا انتقام. الخمسة ولا راضين عليهن خافوا يردن متروسا. الله الله الله. الخمسة ولا راضين عليهن خافوا يردن متروسا. الله أكبر. نعم احنا واصل بينا ترى مرحلة يعني. نعم الوضع اي والله اي احنا جاي نشوف يعني وضع مؤلم ومرزي حقيقة. وسلم. هذا الشعر اللي تعتبر انه يوصل رسالة. رسالة طبعا. نعم شعر رسالة اللي طبعا. وانا باكثر من حلقة قلتها انه احد عناصر النقل المعرفي والاداب والاخلاق والتعاليم والاصالة والاعراف ومن الاسباب اعتبر الرئيسية زين هو الشعر. نعم زين. واليوم لذلك انا من ننتقد حالة بعض الشعراء والرواديد لان مصير جيل هذا متعلق به مو شيء هين. طبعا اليوم الثقافة اللي اكتسبتوها جزء كبير منها هو سببها الشعر والردة والمجالس طبعا الحسينية. ولا زال عندنا احنا شعرانا ولا زال متمسكين بهاي يعني القضية. انا نشوفهم يعني يكتب لك الواقع اللي دا تشوفه. نعم. وهذا تجي عن سلالتهم يعني شوف احنا من سنت. قديم يعني كان يعني شعراءنا خاصة يعني كاظم او كلهم شعراءنا كانوا الله علي. على قضية يعني نعم. قضية وقضية مجتمعية يعني لازم واحنا نقول بلكة الله الله يخلصنا من ذول اللي يسمون اللي يطفرون فوق المنابر ما ادري ايش يريدون ويريدون ما اعرف الترندشية اي والله ما ادري ايش يريدون ما ادري ايش يريدون صح والله والله ما ادري ايش يريدون. سيدنا ناخذ منك القصيدة الكاملة للإمام المهدي حتى نرجع للختام يم ابو علي. القصيدة الكاملة انا ان شاء الله راح اقرا فد شيء بسيط يعني مو كل احنا نريد قصيدة كاملة مو أنا ما محضر قصيدة كاملة لأنه دا أتفق ويا الشاعر تعرف أنا بعدنا اللي صحيح أي فاللي أكثر إحنا تعرف أنا أكو فد يعني فقرة هواية من الرواديد اللي يريد يقرأ بالمواليد يعني أكثريتها يعني لأبو فاضل سلام الله عليه فهنا تأخذ حيز أكثر يعني حتى للإمام الحسن يعني مرات أنا أقرأ يقولوا لي شوي شوي العباس العباس فمن يعني أقرأ بعد وأنا عندي قصة ويا أبو فاضل فاضل عندي قصة وياه كلش طويلة يعني طويلة كلش بدايتي صارت باب يعني السيدة زينب سلام الله عليها أول الله بدايات يعني أول ما بديت أقرأ يعني فجبت منك الأمانة ويعني جيت ولا زال كل ما أريد أطلع وأريد أزور طبعا الأخت إلا أجي يمه ترخص منه من عنده وبتشب بابه وتوسل بي يا الله يوديني ما الله يوديني أبد مستحيل ما يوديني فتعرف احنا يعني اكو هوايه يعني نعم. باقي من الشعراء اكو هواي شعراء عندهم قصه يسم فما يقدر يكتب هو مو يكتب بس تلقى الحاحه وقوته الكتابه لشخص معين من عندهم لاهل البيت هم كلهم على عين نعم. راسي بس اكو بس اكو اكو علقه ورابط مع شخصيه معينه من المعصومين احنا خوان شعرانا اللي قاعد يقرونهم بعض من الرواديد تلقى قصته ويا ابو فاضل يعني مش ما شاء سلام سلام الله على ابو فاضل عجيب ابو فاضل ايوه ايوه, أيوة. عجيب اقول طبعا اكو فد موضوع اللي من الساعه طرحناه اللي شغله انه يطفرون على المنابر وكذا نعم. انا ما اريد اخذ من وقتك ولا لا بالعكس لك الوقت بس اكو قصيده انا قريتها قبل فتره طويله يعني يمكن قريتها العام كانت قصيده لها شويه معنى بهاي السالفه اللي سالفه اكو ناس ما تحسب حساب انه الزهراء حاضره اي يحسبون حساب يعني للاسف الكاميرا والمال ملاته بالجيب وخلاص وشافوه وصوروه يعني وهاي الشغله احنا دن نجي ونعقب عليها نقول لهم ياب يقرا نفسه مو لاهل البيت ما يصير يعني هسه جوز اذا يعني انا هواي شايف يعني الرواديد للاسف يعني ما اخذ القصه قصه مثل ما قلت الترندات وهاي السوالف فانا يجوني يقولوا لي سيد انت صوتك حلو هاي ليش ما تروح على دولة تنزل وتشتري قلت لهم وتالي وين اريد اوصل وين اريد اروح انا باقي خادم ويا ريت اسمي خادم يا ريت يبقى اسمي خادم لان ان شاء الله خادم احنا هاي الشغله نتمناها اللي يصعد المنبر ترى
ما يهمنا اش ما قريه كون يتواضع مثل باقي اللي يخدمون. انا زينب حاضر بكل المجالس انظر اللي يخدم صديق من اللي ينافيس. المهم مو صوتك ترى ولا شنهو لابيس، المهم عدنا تصير خادم مثل عابيس. واجب اللي يقرا العزاء لا تكبر لا ريا. انا زينب عندي اسماء الرواديد واعرف اللي يقرا ترى واللي بعيد. لا يغرك صوتك وتتكبر تريد غير اخلاصك يا خادم كل شي ما يفيد. بالعكس ضدنا مشيت لا تدور بينا صيت. بالعكس بينا مشيت لا تدور بينا صيت. هالكلامي عم ترى وكلكم تسمعون، هالكلامي عم ترى وكلكم تسمعون. الشاعر والرادود واللي ينعب واللي يلطمون حتى أصحاب المآتم واللي يخدمون. كلمة الخادم عليكم تنطبق كون، واجب اللي يخدم يصير عمي واجب اللي يخدم يصير قدوة كون للفقير. أنا زينب وأخوتي وعترتنا بيكم، بس سمعوها زين. أنا زينب وأخوتي وعترتنا بيكم، لا تأذون بفعلكم وبحكيكم، مخلصين نريدكم نلزم بديكم. احنا كل يوم اليمر عمي، احنا كل يوم اليمر ننشد عليكم واللي يخدمون شكثور. نحبكم وإلكم أجور أجور، اللي يصعد المنبر ترى ما يهمنا شما قرأ. أحسنت، الله يوفقك. المن هاي القصيدة؟ هذه القصيدة للشاعر محمد الجماسي، الله يحفظه. تحياتنا إلى أخونا محمد، هذا الشاعر حسيني فعلا. الله يعزك. هذا الشاعر رسالة، هي رسالة. نعم حقيقة رسالة، مثل ما تفضل جناب السيد زينب سلام الله عليه. سلام الله على زينب. واكو سؤال طرحته، شلون بدايتك؟ أنا آسف للمقاطعة إلى الشاعر السيد زيد الفحام، عفوا، والنعم منه قصيدة مناسبة، والنعم الحق القصيدة إلى الشاعر السيد زيد الفحام. شلون نشأنا ويا الحسين؟ بيني وبين روحة ماي زيت الراي، وقلت تمشي المرة تستحق قطع الفاي. الله، ما جبت لها شي، جبت الشعر وياي وقلت لها معون تسمعيني. الله، انا زلمة بقلب كاغت تتن محروق. الله، انا زلمة حد بضحكة السين الموت وفوق. حد بضحكة السين الموت وفوق، مخنوق بحزن من الصبا مخنوق، ومن زغر البين مبتشيني. أسمع من يا هل تنقضوا مقضية، لا هي انقضت لا إلها تالية. الدل اللول الولد ما مار ربية، الدل اللول الولد
ما مر بي بش قلت علطف سلوني. لو ضاق الخلق وانخبص عد الكور يسولف لي يبوي بنايبة عاشور. لو ضاق الخلق وانخبص عد الكور يسليني يبوي بنايبة عاشور. ويزينب يبا يقل الوقت ممذور. ويزينب يبا يقل الوقت ممذور شي نشف هدوم من عيوني. وهاي السالفة من الطفر ربت وياي. هاي السالفة من الطف ربت وياي ينزف خاطر منها وجرح بشلاي. اصور حسين تعرض ويا شرب الماي. الله. اصور حسين تعرض ويا شرب الماي وعلياب اليمه مربيني. انا رابع لحبكم وانا بسن صغير. انا رابع لحبكم وانا بسن صغير يل من غيركم ما عرف معنى الخير. الله. يمن من غيركم ما عرف معنى الخير. انا رابع لحبكم وانا بسن صغير يمن من غيركم ما عرف معنى الخير. جدا اسف من خيانة التعبير ومن التقصير السمحولي. وعلى ميلة الدنيا وعلى ميلة الدنيا يسولف منتميل. على ميلة الدنيا يسولف منتميل تخلي الماي عرفي عيل بيك يعيل. الله. على ميلة الدنيا يسولف منتميل يخلي الماي عرفي عيل بيك يعيل. زينب من عشيرة قبضت عي الخيل. زينب من عشيرة قبضت عي الخيل وتراب الطف غير بيها. يسولف والد على الطف هواي هواي ومن ضمن السوالف شتم الحداي. الله يسلمك. الله. من ضمن السوالف نعم يسولف والد على الطف هواي هواي ومن ضمن السوالف شتم الحداي. على زينب يقلوا لا مخلف ياي ولا الشام النوق انوت بيها. الله. على الطف يحكي ووصاني من البين زين ويرد ويشهم مو زين. على الطف يحكي ووصاني من البين زين ويرد زين العفو. على الطف يحكي ووصاني من البين زين ويل. على الطف يحكي ووصاني من البين زين ويرد ويشهم مو زين. حر اخت الشمر ومكتف اخت حسين. الله اكبر. حر اخت الشمر ومكتف اخت حسين ما يرحم ناس الكواكه. وقال لي ما يعف من يول ناس ايواد يطلق حرمله ويكتف السجاد. قال لي ما يعف من يول ناس ايواد يطلق حرمله ويكتف السجاد. ويبت الوحي خلص ايام عناد. ويبت الوحي خلص ايام عناد. خلص ايام عناد. ويبت الوحي خلص ايام عناد ومن ديره ويلاها لديره. يبا يقل الوقت كسر بجمع موزيا. صح. يبا يقل الوقت كسر بجمع موزيا. موزيا يا اللي كره يهد عليه البيت. شلون عوي الله مشوا مسبين. الله اكبر. شلون عوي الله مشوا مسبين للكوفة يسر بت الكوفة. الله اكبر. وسلامتك. احسنت. الله يحفظك. الله يحفظك. لا غاب هذا القلم. الله يسلمك. حقيقة تسمع الشعر وحسك تحنها تراثنا والأصالة طبعاً. كلها وماضيك كل الذكرى وحاضرك. احنا آسفين من مشاهدي قناة الإمام المهدي خبر معدنا تقصير. لا كلكم خير وبركة. لأن نقلناهم إلى أجواء لا أجواء موعظة هاي كما قال الإمام الصادق عليه السلام كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء.
شكرا جزيلا لك شاعرنا أبو علي الصالحي، وشكرا لحضورك سيدنا سيد عماد الكربلائي، وأتمنى أكون كنت ضيف خفيف الظل عليكم. احنا ان شاء الله نكون خفيفين الظل عليكم. اي والله اتمنى كنت ضيف خفيف الظل عليكم. الله يعزك حقيقة اليوم جدا امتعتونا وامتعت المشاهدين، بس انا اعتبرني وليدك واقول شيء. انت تامر هذه الرواية مو للامام الصادق ولا رواية، انا مو حتى للمشاهدين، لا يسأل لا 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 للأمانة العلمية. جزاك الله خير، هاي مقولة جزاك قالها الله. احد الشخصيات العلمية زين، ان كل يوم عاشوراء وكل ارض كربلاء. الرواية على خلافه، الرواية لا العهدة على الراوي. احنا نسمحها هو هي هاي المشكلة خطباء هي هو هذا انا اردجل هذا الموضوع الامام الصادق هكذا هو اردجل هذا الموضوع حسن. انه هواي من الخطباء للأسف لأجل مصالح سياسية لبعض الشخصيات حتى يجي يسوي لنا اسم محظورة بعض المسميات يسوي لنا فرد شيء نفر النهر زين، يجي حتى انه شنو يجيب لنا حسين ثاني، يجيب لنا حسين ثالث وحسين عاشر بالضبط. هي هاي ويجيب لنا طف اكثر من طف حتى يموع ويموت هي الطف. هي هاي اللي يريدوها زين طبعا، ولو التفريد احنا عبرنا الختام بس يمون عليهم. انا خادمكم مخدوم سيد. يقول زينب تناطر بخوها ترت الاحساس وصوت منا الطف وجاهه راح عباس، تخيل المنظر جلد النهر كزبر. الله ما شفت مثل ابو فاضل، انا ما شفت مثل ابو فاضل، خجل احساس السهم ضمه وين نظراته شوب عيونه متروسات شم. زينب 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 توخر هو الله تقول له شمراع العلم، موقفي كزبر عباتي، انا موقفي كزبر عباتي، نحر اخوي بلا يده. الله تقول ما اريد اطيل عليكم، وتقول انت ماي وانا سكنه، انت ماي وانا سكنه، الا ذلك يا ذليل وتنشف جروفك حسافه، ولو سمع عم الكفيل راح اروح لعمت زينب مو تجي تقول لي دخيل، ما اشوفك من شحبك ادري عمرك مو طويل. الله احسنت سيد، والى اخر القصيده مره احسنت الله يبارك ان شاء الله. فانا سامحني مجرد للتوضيح ذكرت شيء تفضل والله اعذرني انا خجل انه اي بس حتى للمشاهدين يعرفون انه هوايكم الخطباء يقولون هاي، وهي مو روايه هي مقوله لشخصيه قالها، مقوله سياسيه نقطه السطر ما عندنا هيك نورتنا. الله يحفظك يا شيخنا، واعيدها اتمنى انك تضيف خفيف الظل عليهم. اي والله سامحوني كلك طيب. شكرا للشاعر الحسيني الشيخ أبو علي الصالح، شرفتنا بوجودك اليوم. شكرا للرادود الحسيني سيد عماد الكربلائي. الله يحفظكم سيدنا، الله يحفظكم إن شاء الله. أحبتي المشاهدين في الختام أعود إلى ما ذكرته في أثناء الحلقة في أن ما يحدث اليوم في الساحة الحسينية وفي هذه أيام المواليد هي مسؤولية الجميع. فاليوم من يشترك بقناة هذا الرادود أو الجهة التي سجلت هذه القصيدة والشاعر والمصور والمونتير والمخرج وكل شخص اشترك بإنتاج هاي القصائد، وحتى اللي ينطي لايك واللي يتابع ذن القنوات والرواديد أو اللي يأخذ مقطوعة من الصوت وينشره، الكل مأثوم والكل مشارك بهتك حرمة الخدمة الحسينية وحرمة الإمام الحسين. مسؤوليتنا اليوم احنا هذا الرادود لو ما اكو من يسمعه ما يصير، فمسؤوليتكم كلكم انتم انه تسوون مقاطعه الرواديد الطرب والشعراء الطرب والاستديوهات الطرب والمنشدين الطرب ولهيئات الطرب. احبتي المشاهدين شكرا لحسن استماعكم واصغائكم. في الختام انا واياكم نقول اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حلقة يوم غد من برنامج أفراح شعبانية، أحبة المشاهدين نلتقيكم في أمان الله وحفظه. يا
بالسمه للخط الفرحه مرسال مولد خمسه ترضى المولد كربلائي زين بالسمه للخط الفرحه مرسال مولد خمسه ترضى المولد كربلائي يا قلبي طاير من ضلوعي اسرع من دموعي يحكي عن موضوعي لحسيني من صدق حبيته قلبي يشبه بيته وانا زاير ديته.